دوائر الاختيار من مبدأها إنه رح يصير في عندي اختيار، بكون عندي أكثر من مدخل. مخرج واحد. اللي بصير عنا إنه يكون عندي 2 قوائم في واحد ماكس أو ملتبليكسر أو دائرة اختيار، يعني الأوتبوت عندنا المخارج عددها دائما واحد، الإنبوت بيكون عددها 2 قوائم. حسب إيش بكون في عندي هون خطوط اختيار، يعني عندي هدول عددهم أن عندي مداخل 2 قوائم، وعندي 2 قوائم اللي هم حدود الاختيار، وأن اللي هي إيش السيلكت أو الاختيار. هلأ شو اللي بصير عندنا؟ بيطلع الاوتبوت على الانبوت، الانبوت على الاوتبوت، المدخل بيظهر على المخرج. على اي اساس بيظهر المدخل على المخرج؟ حسب ايش؟ حسب قيمه السيلكت الموجود عندنا او اللي هي خطوط الاختيار. مثلا اذا كان هذا له قيمه 0 0 0 فالمدخل اي 0 بيطلع يظهر عندي على الواي. واي اذا كان السيلكت هون 0 0 0 بيظهر عندي الواي عليها ايش؟ اي 0. اذا كان قيمتها 8 الواي بتصير عندي اي 8. فمثلا عندنا 2 اول شيء عندنا 2 في 1. هلا 2 في 1 ملتبلكسر او موكس نحكي عنها، طلعوا الاثنين هي عباره عن 2 قوى 1، فبكون هذا عدد خطوط الاختيار أو السيلكت، عدد السيلكت عندنا. الاثنين بكون عدد المداخل، والواحد بكون إيش؟ دائما عدد المخارج إيش إنه يساوي 1. بس أجي أرسمه أي السيلكت S والمداخل 2 بكون input 0 input 1 والمخارج مثلا y، هذا 2 في 1. هلا ال y قيمتها بتعتمد على ايش؟ على قيمة ال s. اذا ال s قيمتها 0 فال y ايش بتساوي؟ المدخل i 0. واذا ال s قيمتها 1 فال y شو بتساوي؟ المدخل i 1. يعني الـ S أو Select أو خط الاختيار بحدد أي واحد من المداخل يطلع عندي على الـ Output، بحدد لي أي واحد من المداخل يطلع عندي على الـ Output. هلا مثلا إذا كان في عندي هون دائرة اختيار مؤلفة من 4 مداخل، تمام؟ هلا أول إشي دائما كم أوتبوت عندنا بدائرة، كم مخرج بدائرة الاختيار؟ مخرج واحد. وأربع كم مدخل حكالك؟ 4. نسميهم I 0 و I 1 و I 2 و I 3. هلا ايش ضايل عندي؟ خطوط الاختيار. بحكي 4 يساوي 2 تربيع، عشان تتذكر كنا نحكي هي عبارة عن 2 قوى n ضرب 1، والان اللي هي عدد خطوط الاختيار او select ال s، معناها عدد خطوط الاختيار عندنا ايش؟ حيكون 2. بسميهم s1 و s0. اللي بصير عندنا ان ال y ايش علاقة حسب قيم ال s1 وال s0. هلا 0 0 بالباينري قديش بتساوي بالديسيمال؟ 0. معناها ايش رح يظهر عندي هون؟ i 0. 0 1 بالباينري ايش بتساوي؟ 1. بظهر عندي i 1. 1 0 2 رح يظهر عندي هون على الاوتبوت i 2. 1 1 3 رح يظهر عندي على المخرج
اي 3 اللي حكى لك صمم لي اياها. تصميمها بس بأند جيت حسب ايش الاوتبوت. فهلا عندي هون 4 مداخل، عندي اي اس 1 و اس 0. راح يكون عندي هلا كم عندي هون 4، راح يكون عندي 4 بوابات اند. راح أشبكهم كلياتهم بأور. هذا الأوتبوت واي. هلا أمتى راح يكون الجواب اي زيرو راح يظهر؟ طبعا راح يكون في عندي كمان مداخل I zero I one I I three. هلا عندي ال I zero عم تظهر على الأوتبوت إذا كان ال S one وال S zero 0 0. الصفر صفر معناها S1 برايم و S0 برايم، لازم هاي هيك بدخلها S0 برايم و S1 برايم. هلا ال I1 S1 برايم، هاي S1 برايم مع مين؟ مع S0. I2 S1 S0 prime I3 اللي هي S1 S1 مع S0. طيب كيف بدي أعرف هذا الديزاين؟ هلا لاحظوا إذا كان هذا للإنبوت 0 و0، مثلا نفترض دخلنا 0 و0، أوكي هذا 0 إيش راح يصير؟ 1، وهاي راح يصير عندي 1 بالآند. هاي هلا الـ X and 1 إيش كان الجواب عندي دائما؟ X. وبغض النظر عن هون راح يطلع جواب هون X and I0 and 1، راح يطلع الجواب ايش عندي؟ I0. فهاي عندي هون ايش؟ I0. هلا نطلع هون، هون في عندي 1 وهون شو في عندي؟ 0. هلا 1 و0، الصفر بتفوز، ايش راح يطلع الجواب هون عندي؟ 0. هون في عندي كمان 0 من S0 فراح يطلع الجواب 0. وهون في عندي 2 0 راح يطلع الجواب عندي 0. هلا لما كنا نحكي اكس اور 0 ايش راح يطلع الجواب عندي دائما؟ الجواب اكس. فهون عندك اي 0 اور 0 اور 0 اور 0 ايش راح يطلع الجواب عندي؟ اي 0. فراح تطلع قيمة الاي الواي اي 0 عندي 0 0. هلا اذا جربنا مثلا 1 1، يعني 1 1 1 1 راح تصير هون 0 0. هون هاي هون عندي 1، هون ايش راح يدخل عندي؟ 0. هاي راح يطلع الجواب هون 0، هون 0، هون كمان راح يجيني 0، وهون راح يكون عندي الجواب ايش؟ 1 1. فنفس الاشي بنحكي 1 1 و I3 ايش راح يطلع الجواب؟ I3. وبالنسبة للـ OR 0،
or 0 or 0 or i 3 راح يطلع الجواب عندنا i 3. هذا هو ديزاين لدائرة الاختيار. هلا احنا ما راح نلحق نخلص دائرة عكس الاختيار، بنكملها ان شاء الله المرة الجاي مع حل الامتحان. في حد عنده سؤال؟ ممكن يوم الأحد لو سمحتي آخر شغلة بالوحدة الرابعة كانت اللي هي الموجات. أوكي. بس ممكن هاي. تمام تمام. هلأ شباب وصبايا إيش رأيكم هلأ إنه إحنا بآخر هلأ فترة اللي أخذنا فيها الدوائر التجميعية عندكم كان فترة امتحانات، فما أتوقع إنكم درستوهم. صح. أوكي. فشو رأيكم تدرسوها بآخر الأسبوع؟ أنت بدك الموجات أحمد صح حكيت لي اللي هي آخر الوحدة الرابعة. تراجعوا المادة وتشوفوا إذا في أشياء بدنا نرجع نشرحها مرة ثانية تبعثوا لي إياها على خلال آخر الأسبوع. أنا بكون مجهزة حالي إنه يوم الأحد كمان أو يوم لو حتى أخذنا محاضرة الثلاثة مراجعة ما في مشكلة، يعني بهمني هذا الموضوع قبل ما نفوت مادة الفاينل نكون خلص هاي شطبناها مظبوط المادة. تمام. مادة اللي أخذناها خلال هاي الفترة اللي هي من بعد المنت اللي هي الوحدة الرابعة والخامسة، بتوقع الوحدة الرابعة والخامسة ما دخلوا بالامتحان؟ لا الرابعة دخلت. الرابعة دخلت. الخامسة الخامسة اللي هي دوائر الهاي ونهاية الرابعة. مش مشكلة، أي إشي حاسين فيه عندكم مشكلة فيه بس ابعتوا لي قبل على التيمز عشان أكون مرتبة لكم أمثلة إلها. تمام؟ هو بس كان في سؤال أظن مش موجود بالكتاب عن الوحدة الرابعة، كم عدد دوائر الإكس نور؟ مش متذكر بالضبط كم عدد دوائر الإكس نور لازم يكون فيه الإكس. هلأ هذا أحكي لك شو. هلأ أنت إيش بدك تسوي اللي هي الناند صح؟ الناند والنور مع الهاي. أيوة. هلأ أنت بدك تكون عارف أن الإكس أور إكس X or Y هي X prime Y or X Y prime صح ولا لا؟ فهاي عندنا زي هيك، هاي X هاي Y هاي and عندي or في عندي هون Y prime Y X صح؟ هاي بوابة، هاي بوابتين، هاي ثلاث، هاي أربعة، وإذا حسب إذا ناند أو نور هدول بيكونوا إيش؟ ثلاث، بيطلعوا سبعة. هل إذا كانوا ناند هاي زي هيك صح؟ وهاي زي هيك. بس إذا كانت بواب بيعكسوا بعض. بوابة واحدة من الناند بتعكس ال. أيوة بالضبط، حتى ثلاث. ثلاث. بواب هسه بوابتين تعتبر ناند، ثلاثة. ثلاث هيك. تطلع عن أور ثلاث، لا ثلاث، واحد اثنين ثلاث أربعة، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث أربعة خمسة. صورته أنا السؤال بنحكي فيه يوم الأحد إن شاء الله. موجود موجود عرفت. هلأ عندك هاي بوابة ناند، هاي بواب، هلأ أنت هدول دغري بتقلبهم، عندك هاي ثلاث وهدول تنتين خمسة هيك تطلع. هذا لأني يعني درسته بالكتاب كان موجود لأربع حالات، إنه كانت يعني مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة وستة ما كانش في الكتاب. هلا أنت الفكرة إنك تكتب زي هيك، ترسم هاي الدائرة، إنك تكون عارف إنه الـ X or هيك الفونكشن تاعها. وأنا من ال يعني ترسم الدائرة أرسمها بالضبط، هاي هي فكرة السؤال. تمام. بنحل الامتحان كامل إن شاء الله، بنحله ونشوف إيش ناقصكم إشي. في حد تاني عنده سؤال شباب صبايا؟ يعطيكم العافية.